مع عدد من القيادات العسكرية التي استطعنا الاجتماع بها، بدأنا نستطيع أن نفهم شيئا بأن الجيش الحر بدأ يقوم بفتح معركة لتحرير الغوطة الشرقية بشكل كامل والسيطرة على الأوتوستراد ليحمي ظهره ويقوم بفتح طرق وإمدادات إلى قلب العاصمة دمشق وليبدأ معركته والتوغل في قلب العاصمة دمشق، وستكون البداية بإذن الله تعالى من خلال جوبر التي تعتبر بوابة دخول إلى هذه العاصمة التي ستبدأ فيها معارك بإذن الله تعالى طاحنة ما بين الجيش الحر وقوات النظام. هناك أيضا توجه تعزيزات عسكرية من مطار المزد العسكري إلى مدينة دريا مؤلفة من 6 دبابات و7 عربات BMP و9 سيارات وثبت عليها رشاشات من الدوشكا والأسلحة الخفيفة والمتوسطة وناقلات لحمل الجنود مع الذخيرة، وذلك بعد الكر والفر الذي حدث بالأمس نتيجة تصدي الجيش الحر لقوات النظام. أيضا تجدد القصف العنيف على هذه المدينة مدينة دارية بالصواريخ والمدفعية الثقيلة منذ هذا الصباح مع توافر تلك التعزيزات الكبيرة على محيط ذلك المكان. أيضا أختي الكريمة، هناك مراسل شبكة شام الإخبارية تميم الشامي حدثنا من دمشق، شكرا جزيلا لك.